ما دمتم لا تنصتون لتحذيراتنا ولا تقفون على الخطوط الحمر، فهذا سيؤدي إلى نشوب حرب عالمية أو تصادم كبير بين الدول الكبرى. هكذا علقت روسيا على استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، وزيلينسكي يلغي احتفاله بعيد الاستقلال لأجل روسيا، وروسيا تنتقم من بريطانيا، بينما تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في استفزاز جونغ أون، وتعلن أوكرانيا عن فاجعة عسكرية قريبة الحدوث. فهل بادت الحرب وشيكة الوقوع؟ في ظل الأحداث والتوترات المتكاثرة حول العالم، وفي ظل الحروب الاستخباراتية التي يشهدها العالم حاليا، تم نشر مقطع مسرب من قبل الحكومة الأوكرانية بثت فيه استعدادات روسيا للعملية العسكرية الشاملة على أوكرانيا، وما هي البلد التي ستعلن منها روسيا بدء الحرب الشاملة على أوكرانيا، إلا أن روسيا لم تحدد موعد تلك العملية حتى الآن. فما هي الخطوات التي سلكتها روسيا في استعداداتها للحرب القادمة؟ روسيا تحضر مفاجأة لبريطانيا، وأمريكا تجهز الجيش. نشرت الحكومة الأوكرانية مقطعا مصورا أظهر استعداد روسيا الكامل لشن هجوم موسع على أوكرانيا، وتمثل ذلك في استعدادات روسيا وحشدها للقوات والصواريخ في بيلاروسيا. وتقوم روسيا بذلك استعدادا لشن حرب موسعة على أوكرانيا للوصول إلى العاصمة كييف، وهو ما علقت عليه الاستخبارات والدفاع الأوكرانية أن ما تقوم به روسيا أمر مضر بدول حلف الناتو، إذ تسعى روسيا بذلك إلى تأليب الدول المحيطة بحلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك عن طريق ضم تلك الدول إلى جانبها، ومن ثم ضمان ولائها حال وقوع حرب عالمية بين روسيا ودول الناتو. فمن المعروف جوار حلف الناتو للعديد من الدول المتخمة للحدود الروسية يشكل خطرا وتهديدا للأمن القومي في روسيا، حيث يرى محللون أن حشد روسيا لأسلحتها نحو بيلاروسيا بمثابة توسيع دائرة الحرب على أوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى انجرار الكثير من الدول لأجل أوكرانيا، وهو ما قد يساعد في تأجيج الصراع واشتداد حدة الأزمة أكثر من ذي قبل. وتلا ذلك إعلان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن إلغاء بلاده الاحتفال بعيد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي هذا العام، وذلك تحسبا لأية عملية تقوم بها روسيا على الأراضي الأوكرانية. يأتي ذلك في ظل التحذيرات البريطانية لروسيا، حيث كانت الاستخبارات البريطانية قد أكدت أنه يوجد نحو 1000 جاسوس روسي يعملون جميعا لصالح روسيا، وذلك للتجسس على المملكة المتحدة. وجاء ذلك بعد إعلان بريطانيا القبض على 3 جواسيس روس على أراضيها يحاولون الولوج إلى داخل مصنع أسلحة بريطاني، وفق ما ورد في صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية. لتنتقل شرارة الحرب والتهديدات إلى كوريا الشمالية، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية عن إجراء مناورة عسكرية في المنطقة، وتأتي بهدف رفع الكفاءة القتالية للجنود في كوريا الجنوبية والحد من تهديدات كوريا الشمالية بالصواريخ النووية والباليستية العابرة للقارات. ولم يكد يعلق مجنون كوريا الشمالية على المناورات حتى جاء تعليق من مجلس الأمن الروسي، حيث ذكر أن هذه المناورات من قبل واشنطن وسيول ما هي إلا استمرار لمسلسل الاستفزازات والتصعيدات الذي تجيد الولايات المتحدة تأدية الأدوار به، وهو ما دفع الرئيس الروسي بوتين للتعليق على الأحداث الأخيرة وتسارع وتيرتها، حيث قال في ذكرى عيد العلم الروسي الوطني إن بلاده قوة ضاربة لا يمكن لأي دولة السيطرة عليها، كما أن روسيا لم ولن تسمح بأن تملى عليها شروط من قبل دول وقوانين أخرى، وهو ما اعتبره محللون استمرارا للرفض الروسي لأي محاولة للتفاوض من قبل الجانب الأوكراني، حيث كانت تركيا تحاول التوسط للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما دفع تركيا وسط الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار النفط ومحاولة الغرب وأوروبا التحرر من النفط والغاز الروسي لتعلن رفع معدلات استيرادها للنفط الروسي ضعف ما كانت تستورده العام الماضي.
واستدعى الأمر التعليق الأمريكي على التصرف التركي لتتهم أنقرة بخيانة أوروبا وأن على تركيا التمسك بجدول العقوبات الغربية والأوروبية المفروضة على روسيا. وجاءت تلك التصريحات على لسان نائب وزير الخزانة الأمريكي في اتصال هاتفي مع الجانب التركي، إلا أن تركيا انبرت وصرحت بعمق العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا ومع أوكرانيا أيضا، وأنها لم ولن تسمح لأي دولة أن تعترض مسار العلاقات الروسية التركية. وعلق الرئيس التركي أردوغان بقوله: إننا نأمل في اجتماع كل من الرئيسين زيلينسكي وبوتين في تركيا عن قريب، وذلك من أجل إنهاء حالة الصراع الدائرة في أوكرانيا وإعادة السلام للمنطقة من جديد. واشنطن تعلن عن سلاح ليزر جديد. أعلنت شركة لوكيد مارتن المسؤولة عن الإنتاج والتصنيع العسكري في واشنطن عن بدء تزويد السفن بسلاح ليزر جديد اسمته هيليوس. وذلك السلاح تصل قدرته إلى نحو 60 كيلووات، ومن الممكن زيادته إلى 120 كيلووات، حيث سيتمكن هذا السلاح الخطير من قبل واشنطن في احداث خلل او قد يؤدي الى اشتعال النيران في الطائرات والمسيرات التي ستعبر مجال الولايات المتحدة الامريكية. واكدت الشركة المنتجة له ان هيليوس تعزز الفعالية القتالية للسفن الحربية التابعة للبحرية الامريكية للمساعدة في ردع التهديدات المستقبلية، كما ان سلاح الليزر هذا يوفر حماية اضافية للقادة والافراد خلال المهام البحرية الخطرة. وقالت شركة لوكيد مارتن ان نظام هيليوس المغير لقواعد اللعبة لا يوفر فقط قدرة طاقة موجهة، ولكنه يدعم أيضا مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بعيدة المدى، كما تدعم بنية النظام الناضجة والقابلة للتطوير طاقة الليزر المتزايدة لتحييد التهديدات المستقبلية. وفي عام 2021 قالت البحرية الأمريكية إنها ستختبر نظام هيليوس لنشر السفن بشكل دائم لمواجهة الطائرة بدون طيار وقوارب الهجوم. يأتي ذلك في ظل إعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن استمرار دعم بلاده بشكل كامل لأوكرانيا حتى نهاية الحرب. وأضاف ماكرون أن تلك المساعدات الأوكرانية ستكون بهدف التصدي للقوات الروسية في الأراضي الأوكرانية. هذا وكانت فرنسا ضمن الدول التي أيدت مشروع القرار بالعقوبات على روسيا جراء حربها في أوكرانيا.